السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، وأهلا وسهلا بكم جميعا في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا حوارات في النهضة الحسينية. عنوان حلقتنا لهذا اليوم هو أهل البيت في النهضة الحسينية. لا يخفى على المطلع والقارئ لأحداث النهضة الحسينية دور أهل البيت عليهم السلام ودور أصحاب الإمام الحسين في هذه النهضة المباركة، إذ إن الإمام الحسين عليه السلام بعد اعتماده على الله سبحانه وتعالى في نهضته التغييرية الإصلاحية اعتمد بشكل كبير على أهل بيته وأصحابه في هذه النهضة، وكانوا خيرا معين له صلوات الله تعالى وسلامه عليه في هذه النهضة المباركة. واليوم نخصص هذه الحلقة لدور أهل البيت عليهم السلام في النهضة الحسينية المباركة. منذ بداية هذه النهضة رأينا أن الإمام الحسين يبين أنه قد أعد العدة وأعد كل أموره حينما نصحه أخوه محمد بن الحنفية بعدم الخروج من المدينة إلى مكة ومن ثم إلى العراق، وبين له حرصه عليه ونصحه بعدم الخروج. الإمام الحسين أجابه بجواب يبين دور أهل البيت ودور الأصحاب، فقال سلام الله عليه: وأنا عازم على الخروج إلى مكة، وقد تهيأت لذلك أنا وإخوتي وبنو أخي وشيعتي، أمرهم أمري ورأيهم رأيي. هذا القول فيه دلالات كثيرة إن شاء الله سنأتي إليه في قابل الحلقة. فضلا عن ذلك نجد أن لعلي الأكبر دور كبير، لأبي الفضل العباس دور كبير سلام الله عليهما، لمسلم بن عقيل دور كبير، ولكل أهل البيت كان لهم الدور الكبير في هذه النهضة المباركة. أستضيف في هذه الحلقة ضيفين كريمين علينا. الضيف الأول من سلطنة عمان الأستاذ علي العجمي. أهلا وسهلا بك أستاذ علي العجمي ومرحبا. حياكم الله ومرحبا بكم. حياك الله وبياك. وأستضيف من النجف الأشرف جناب الشيخ الدكتور محسن الخزاعي. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ المكرم. حياكم الله عزيزي، أهلا ومرحبا وسهلا بحضرتكم. بارك الله فيكم. بودي أن تكون حلقتنا حلقة نقاشية فكرية، فيها نقاش، فيها مباحثة، فيها مفاتشة حول الموضوع، هو حوار فيما بيننا لكي نحاول أن نستكنها دور أهل البيت عليهم السلام وأثر أهل البيت في هذه النهضة المباركة. فكما بينت في بداية الحلقة أن لأهل البيت دور كبير في هذه النهضة، واعتمد الإمام الحسين عليهم كثيرا ونصح كثيرا بعدم أخذ أهل بيته والنساء والأطفال، وفي كل مرة كان مصرا على أخذ أهل بيته من الرجال والنساء والأطفال، وكان يبين أسباب ذلك حينما يسأل وحينما يعترض عليه. فكما هو معلوم الإمام الحسين إمام معصوم مفترض الطاعة، يعلم ما يفعل ويعلم ما يقوم به، لذلك كان يجيب البعض حينما يعترض عليه على أمر أخذه لعائلته ولا سيما النساء والأطفال. مثلا من الأمور التي اعترض عليه فيها كثيرا وما زال اليوم بعض مدعي الثقافة وبعض البعيدين عن مدرسة أهل البيت ما زالوا يعترضون على الإمام الحسين في الكثير من الأمور، ويقولون لو لم يخرج لكان أفضل، لو لم يخرج عائلته ونساءه وأطفاله لكان أفضل، وكأنهم يريدون أن يعلموا الإمام الحسين عليه السلام تكليفه الشرعي. لذلك هنا يسأل هذا السؤال كثيرا، بيودي أن نتناقش به أنا مع الضيفين الكريمين
ونقول أيضا نسأل هذا السؤال، لماذا كان الإمام الحسين عليه السلام مصرا إصرارا شديدا على أخذ أهل بيته رجالا ونساء وأطفالا معه إلى أرض العراق؟ أطرح هذا السؤال بداية على جناب الأستاذ علي العجمي من عمان لكي نتباحث في هذا الموضوع المهم. تفضلوا. هذه الخطوة صدرت من إمام معصوم، ومقتضى عصمة الإمام عليه السلام أن نحمل دائما فعل الإمام على وجه يتناسب مع الحكمة. هذا أول أمر. الأمر الآخر، الإمام الحسين عليه السلام لعله صرح في أكثر من مرة بالغاية التي من أجلها أخذ النساء والأطفال معه، شاء الله أن يراني قتيلا وأن يراهن سبايا. وهذا الأمر إذا نظرنا له بنظرة ثاقبة نجد أن الإمام الحسين عليه السلام في أخذه للنسوة وللأطفال كان يهدف إلى من خلال ذلك إلى هدف مهم، وهذا الهدف نلحظه في الدور الذي قام به الركب الحسيني عليه السلام، الركب الإمام الحسين عليه السلام فيما بعد واقعة الطف. أريد لواقعة الطف أن تكون حدثا ينتهي في يوم العاشر، ولكن وجود السبايا والعقيلة زينب عليها السلام كان له دور أساسي في امتداد هذا المشروع، جانب إعلاني تناول القضية الحسينية. فكان الوجود لهذا الركب الحسيني امتداد لحركة الإمام الحسين عليه السلام. هذا الوجود نلحظه أنه أسهم في تصحيح بعض المفاهيم. السيدة زينب عليها السلام لما كانت في مجلس الطاغية عبيد الله بن زياد وفي مجلس يزيد بن معاوية، في خطبتها وفي كلامها صححت الكثير من المفاهيم، منها على سبيل المثال الكيان الأموي حاول أن يرسخ فكرة أن هذا الأمر الذي جرى هو تأييد من الله سبحانه وتعالى لنا، وكان يشمت بما وقع على الحسين عليه السلام. سيدة زينب حاولت تضع تفريق، قالت لما تناولت هذه الفاجعة قالت ما رأيت إلا جميلة، أولئك قوم كتب عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم. من هذه الناحية إذا تتكلم عن علاقتي بما تقييمي لما حصل أنا أراه فعل جميل، ولكن وسيجمع الله بينك وبينه. نعم. عاج وتخاصم، انظر لمن قتل جوماً. نعم. معنى ذلك أن هنالك. نعم. أحسنتم. أن فعلك هذا موازين السماء لا يستقيم. أحسنتم. وهذا أمر مهم جميل أن نقرأه في السيرة الحسينية وفي وجود الركب معه. إذا أردنا أن نتناوله من زاوية تحليلية، وجود الركب الحسيني مع الحسين عليه السلام أسهم بشكل كبير بأن لا تمارس على الحسين عليه السلام ضغوط لو كان في المدينة. يعني لو أبقى الركب الحسيني فإنه لا يؤمن على الركب الحسيني وعلى نساء الحسين أن تستخدم سلاحا لتهديد الحسين عليه السلام، فأخذه لهن معه حافظ على هذا الأمر. هذا بزاوية سياسية إذا أردنا أن نتناول الأمر بزاوية سياسية. بارك الله فيكم أستاذ علي، شكرا لكم، أحسنتم. نفس السؤال أحيله إلى سماحة الشيخ الدكتور محمد الخزاعي، لو سمحت شيخنا العزيز أيضا نريد رأيك في هذا الموضوع المهم. أحسنتم جزاكم الله خير، بس للتنبيه للتصحيح محسن الخزاعي وليس محمد الخزاعي. محسن الخزاعي، نعم. الله يسلمكم عزيزي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. طبعا لا شك بأن واقعة كربلاء هي بحسب معتقدنا احنا كأتباع لمدرسة أهل البيت هي حدثت بتخطيط رباني، والحسين إنما خرج لتنفيذ مشيئة إلهية وتنفيذ مشروع رباني. الله عهد للحسيني بتنفيذ هذا المشروع. هذا المشروع
إن نفذه الحسين سينتهي بقتله، هذا لازم من لوازم تنفيذ هذا المشروع، إن نفذه الحسين سينتهي بقتله وقتل أبنائه وقتل أصحابه وبالتالي سبي عياله. فعملية خروج النسوة أولا هي عملية هي مسألة تنفيذ لأمر إلهي ولمشيئة إلهية، أن الحسين كان مأمور بإخراج النسوة هذا أولا. اثنيا أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وما أدري أنه الصوت أنا كان عندي مو واضح بالنسبة واضح للصوت واضح شيخ مسقط واضح ما تناول هذه الجزئية هذه المفردة أو لا، أن الحسين صلوات الله وسلامه عليه إن لم يأتي بالعائلة ولم يحمل العائلة ولم يخرج العائلة معه كان مسألة إلقاء القبض على عائلة الحسين أمر جدا وارد، احتمال وارد بنسبة كبيرة جدا، خصوصا إحنا إذا افتهمنا منهجية الحكام الظلمة واستراتيجياتهم في التعامل مع المعارضين، وخصوصا الدولة الأموية اللي عرفت أنه إذا أكو شخص مطلوب للدولة إذا ما تتمكن من إلقاء القبض عليه يصار إلى إلقاء القبض على عائلته، وهذا عندنا إحنا شواهد كثيرة الآن. نعم. لعله الوقت ما يسعفنا أن أستعرض لك كل الشواهد، يعني أبسط الشواهد وأجلى مصاديق تلك الأخلاقيات وتلك السياسة، مثلا إلقاء القبض على زوجة الكوميت الأسدي، زوجة عمرو بن الحمق الخزاعي، غير من صحابة أهل البيت ومن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. بلي، فمسألة أنه إذا طلب شخص للدولة الأموية إذا ما تتمكن من إلقاء القبض عليه يلقى القبض على عائلته، وبالتالي إلقاء القبض على عائلة الحسين صلوات الله وسلامه عليه هذا راح يشل أعضاء النهضة، يشل أعضاء الحركة، يعني هذا راح يضع الحسين أمام خيارين، إما أن يأتي أن يسلم للدولة من أجل انتشال العائلة واستخراج العائلة من سجون الطاغية يزيد، أو لا يمضي على سبيله ويترك العائلة في سجون النظام الأموي، وهذا ما تأباه نفس الحسين صلوات الله وسلامه عليه، اللي معروف أن الحسين كان على رمضاء كربلاء في لحظات الأخيرة يصنع له سادة من الرمل يبقى عليها 3 ساعات ينوء برقبته وهو يخاطب ذلك القوم بصوت ضعيف يقول لهم يا شيعة آل أبي سفيان، أو في كلامه إن كان كذلك ذنب للرجال فما ذنب الأطفال، قال اقصدوني بنفسي واتركوا حرمي، يقول لشمر ما تقول يا ابن فاطمة، قال أنا الذي أقاتلكم وتقاتلوني والنساء ليس عليهن جناح، ويحكم امنعوا عتاتكم وجهالكم من التعرض لحرمي ما دمت حيا، ما زال أكو نفس يصعد وينزل عدي غيرتي ما تقبل واحد يروع النساء ولا واحد يصل إلى النساء، فغيرة الحسين شرف الحسين ناموس الحسين يأبى له أن يترك العائلة في سجون الدولة الأموية. فقلت لك هذا الخيار أو هذا الأمر راح يضع الحسين أمام خيارين، إما أن يرجع يسلم للدولة أو لا يترك العائلة، وقلت لك هذا ما تعباه نفس الحسين الزكي، هذا واحد. اثنيا أنه هناك مهام إذا تطيني فرد دقيقة دقيقة دقيقتين، هناك مهام أنيطت بالعائلة، من 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 أكبر هذه المهام اللي يحتل محل الصدارة في هذه المهام هو الجانب الإعلامي، زينب صلوات الله وسلامه عليها، هسه لعله الكوفة يعرفون أن هذا الحسين، أما الشام الدعاية الإعلامية والماكنة الإعلامية هواية ظللتهم أن ذولا ترك وكابل وديلم، ولهذا التسامح هذا اللي يجي للإمام زين العابدين يقول الحمد لله الذي قتلكم وأراح البلاد منكم وأمكن الأمير منكم. نعم. قال لي هذا قرأت القرآن، يقول له وما أنت والقرآن، أنتم ناس كابل وتركوا ديلم، قال له بس قل لي قرأت القرآن، قال بلى، قال له مرت بك هذه الآية واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، قال بلى، قال فنحن القربى يا شيخ، ليش تظل لك الدعاية الإعلامية؟ أحسنتم. مرت عليك هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قال بلى، آية التطهير قال بلى، قال فنحن القربى، نحن الذين خصنا الله بآية التطهير، قال بالله عليك أأنتم هم؟ قال إي والله وحق جدنا لنحن هم. لطم على رأس هذا الشيخ، قال سود الله وجهك يا يزيد، تقتل الذرية الصالحة وتزعم أنهم من التركي أو الكابل أو الديلم. فالجانب الإعلامي هو جانب مهم كان في نهضة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أحسنتم. بارك الله فيكم عزيزي. الله يسلمكم سماحة الشيخ. بارك الله فيكم.
إذن فضلاً عما تقدم بها الضيفان الكريمان من أمور مهمة في أسباب أخذ الإمام الحسين لعائلته، هناك أسباب أخرى موجودة في كتب التاريخ وفي كتب المقاتل. مثلاً واحدة من الأسباب أن الإمام الحسين عليه السلام قبل يوم العاشر من المحرم أوصى السيدة زينب عليها السلام بأن تتصدى للأمور وبأن تأخذ الأحكام من الإمام السجاد، وهي التي تخرج الأحكام إلى الناس لمن يسأل، لمن يريد أن يستفهم عن شيء معين، حفاظا على حياة الإمام السجاد. هذا الأمر يذكره السيد المقرم في المقتل بأن الإمام الحسين أوكل هذا الأمر أخذ الأحكام من الإمام المعصوم، لأن الإمام المعصوم بعد الحسين هو الإمام السجاد سلام الله عليه، فأوصى السيدة زينب بأن تتصدى لهذا الأمر. وهناك أمر مهم جدا قامت به السيدة زينب سنأتي إليه إن شاء الله، وهو الحفاظ على الإمامة، الحفاظ على الإمام المعصوم. كذلك ما قام به الإمام السجاد والسيدة زينب هو الجزء الثاني المتمم للنهضة الحسينية، وسنأتي إليه في قابل الحلقة. هناك أمور أخرى أيضا، هناك حوارية مؤلمة ما بين السيدة أم سلمة والإمام الحسين عليه السلام حينما نصحته بعدم الخروج إلى العراق، وقالت له لا تحزني بخروجك إلى العراق، فأني سمعت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله يقول يقتل ولدي في العراق، بما أجابها الإمام الحسين؟ حقيقة هذا الجواب لا أجد تركيزا عليه على المنابر، فهذا الجواب مهم، أجد تركيزا فقط على قول الإمام الحسين إن شاء الله أن يراني قتيلا وأن يراهن سبايا. أكو قول، أكو جواب للسيدة أم سلمة، جواب مهم يقول لها يا أماه وأنا أعلم أني مقتول مذبوح ظلما وعدوانا، وقد شاء عز وجل أن يرى رحمي ورهطي مشردين وأطفالي مقتولين مأسورين مقيدين وهم يستغيثون فلا يجدون ناصرة. هذا أمر آخر، هذه مشيئة إلهية يلتزم بها الإمام الحسين سلام الله عليه، فضلا عن أمور أخرى مهمة في أخذه للعائلة، لأنه أراد من العائلة أن تكمل النهضة الحسينية بعد شهادته سلام الله عليه. الآن أنتقل إلى محور آخر من محاور حلقتنا. الإمام الحسين حينما خطب خطبته في مكة المكرمة قبل خروجه إلى العراق في اليوم الثامن من ذي الحجة الحرام، في هذه الخطبة التي يبدأها خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، بما يختم الخطبة؟ يختم الخطبة قائلا سلام الله عليه: ألا من كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله تعالى. نرى أن الإمام الحسين في ذيل هذه الخطبة، في آخر جملة من الخطبة، يشترط شرطين على من يخرج معه من أهل بيته وأصحابه ومن بقية الناس: ألا من كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا إن شاء الله. لماذا جناب الأستاذ علي العجمي برأيكم اشترط الإمام الحسين هذين الشرطين على من يخرج معه سواء كان من أهل البيت أم من الأصحاب أم من عامة الناس؟ طبعا في هذا النص عبارة مهمة ينبغي أن نتأمل فيها. الإمام الحسين عليه السلام استخدم كلمة مهجة. المهجة تعني دم القلب في معانيها، في معناها في اللغة. ما معنى ذلك؟ إذا أخذنا بالمعنى الظاهري أن الحسين عليه السلام يبحث عن من يخرج معه وهو يعلم المصير الذي سيقدم عليه الحسين عليه السلام. أنا مقدم على شهادة، ولذلك أنا أحتاج من يبذل دمه دوني. وإذا أردنا أن نتناولها من زاوية معنوية، فإن الحسين عليه السلام يبحث عن أشخاص ذوي قلب سليم بحيث يضحوا معه في هذا الخروج. لذلك طلب أن أشخاص يكونوا
عندهم الرغبة في بذل النفس وأنهم يتطلعون للقاء الله سبحانه وتعالى. هنا نقطة مهمة، من خرج مع الحسين عليه السلام كانت هذه ثقافته. في الطريق حسب تاريخ الطبري يقول كل ما كانوا يتوقفوا عند نقطة معينة، طبعا هاي النقاط المحطات اللي كانت في الطريق كانت للتزود بالماء، فالطبري يقول نقلا عن مقتل أبي مخنف يقول كلما توقفوا عند عين ماء التحق بهم جماعة من الأعراب. ليش؟ لأنهم كانوا يتصورون أنهم مقدمون على ظفر، أن الحسين عليه السلام له الكوفة متهيئة وأنه سيحكم، ومن باب طبيعي أنه سيعطيهم بعض الامتيازات. الحسين عليه السلام في أكثر من مورد كان يؤكد على حتمية الشهادة، بل قبل خروجه من مكة اجتث بن قولوي ينقل رواية عن الإمام الباقر عليه السلام أن الإمام الحسين عليه السلام بعث إلى محمد بن علي ومن قبله من بني هاشم، ماذا تحوى هذه الرسالة؟ من لحق بي استشهد، ومن لم يلحق لم يدرك الفتح. الحسين عليه السلام في أكثر من بيان كان يؤكد على أنه مقدم على الشهادة. ما معنى ذلك؟ الحسين عليه السلام أراد أن يصفي من يذهب معه، لذلك لما وصل في إحدى النقاط في الطريق ولعلها قصر بني مقاتل، من الأشياء أو عفوا في إحدى النقاط على كل حال، لما بلغه وصول أن مقتل عبد الله بن يقطر، مقتل هاني بن عروة، مقتل مسلم بن عقيل، خطب في الناس وأطلعهم ما جرى وأبلغهم أن أهل الكوفة قد خذلوه، فأنتوا لا تتصوروا أن رايحين إلى مكان مهيأ، هكذا لفظ الطبري. فتفرق الناس عنه يمينا وشمالا. من الذي تفرق؟ تفرق من لم يكن يعيش هذه الثقافة. نعم سمعت جناب الأستاذ، في منزل زبالة أخبر بشهادة مسلم بن عقيل وهاني بن عروة وأيضا عبد الله بن يقطر، من نبل الإمام الحسين أنه أخبر من كان معه بأن الأمر هكذا، الوضع خطير، لذلك تقول الرواية فتفرق عنه الناس يمينا وشمالا، دول اللي جايين للمصالح، جايين من أجل الغنائم، ولم يبقى معه إلا من أراد مواساته وعلى الموت. أحسنتم. في قصر بني مقاتل التقى بعبد عبيد الله بن الحر وطلب منه النصرة. عبيد الله بن الحر الجعفي يقول والله إني لأعلم أن من شايعك كان السعيد في الآخرة، يعني هو مدرك حقانية خروج الحسين عليه السلام، يدرك أن الحسين عليه السلام من ينصره فهو في يوم القيامة له شأن عظيم، ولكن ماذا يقول؟ ولكن ما عسى أن أغني عنك، فإن نفسي لم تسمع بعد بالموت، ولكن خذ فرسي. عرض على الإمام الحسين عليه السلام أن يأخذ فرسه، وأنه ما طارد بها أحد إلا وقد أدركه، وما فر من أحد إلا ولم يدرك. وأجابه الإمام الحسين عليه السلام: أما وقد بخلت علينا بنفسك فلا حاجة لنا في فرسك. الحسين عليه السلام أراد أن يقفل على هذا الأمر، أنت شخص رغم أنك ترى صوابية ما أقدم عليه، أحسنتم، لكنك لست مستعدا للتضحية وللبذل، فأنت لست بعيدا لهذا الرجل. أحسنتم جناب الأستاذ، بارك الله فيكم، أحسنتم. نفس السؤال نتناقش معه سوية وأحيله على سماحة الشيخ محسن الخزاعي، ما رأيكم بهذا الأمر أو بهذه الكلمة النورانية للإمام الحسين: ألا من كان فينا باذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله تعالى. بل أستاذي الفاضل، أنه ثابت عندنا وخصوصا في من كتب بالقضية الحسينية مثل السيد محمد باقر الصدر رحمة الله تعالى عليه، السيد أبو جعفر، يعدد شروط معينة توافرت في نهضة الحسين، وهي ذاتها توافرت في حركات الأنبياء ومشاريع الأنبياء، على اعتبار أن نهضة الحسين هي في طول تلك المشاريع وفي طول تلك الرسالات والامتداد الطبيعي لتلك الرسالات. من أبرز شروط نهضة الحسين صلوات الله وسلامه عليه هو الشرط الإلهي، الشرط الرباني أو البعد الرباني أو الشرط الإلهي.
هذا الشرط الإلهي اللي حول الحراك برمته إلى حراك إلهي، إلى حراك رباني مرتبط بالملكوت الأعلى، وهذا ما نلمسه من خلال جزع الملكوت وجزع السماء في قضية مطر السماء دما، كما تقول زينب: أفعجبتم أم مطرت السماء دما ولعذاب الآخرة أخزى وأنتم لا تنصرون. وهاي مسألة جزع الملكوت وجزع السماء ومطر السماء ذكرتها كتب العامة وكتب الخاصة، مما يكشف عن ربانية هذا الحراك، إلهية هذا الحراك، بروز هذا البعد، البعد الإلهي أو الشرط الإلهي في نهضة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الشرط الإلهي ما لم يتمثله كل صحابة الحسين ما ممكن أن يكون هذا من صحابة الحسين، ولهذا تشوف كل أصحاب الحسين بما فيهم حتى عائلته حتى أطفاله الكل كان ربانيا، الكل كان ربانيا. نعم. بدليل أن هذا الشرط عندما تمثله أصحاب الحسين، هذا البعد، البعد الإلهي عندما تمثله أصحاب الحسين انعكس في نفوس أصحاب الحسين، هذا حول لي حتى طعم الألم إلى طعم لذة. أنت ملاحظ المفارقة وين؟ نعم، واضح. أحسنتم. أنه الألم، الألم، الألم عادة، الألم، الألم عادة لا يطاق، أستاذنا الفاضل دكتورنا الفاضل. نعم، الألم كانوا لا يتلذذون. يعني الآن إحنا بحياتنا اليومية شوكة الآن، إذا سماحة الشيخ أفضل شوكة، شوكة أفضل الآن وصف إذا لهم إنسان ما يقدر، ما يقدر لو سمحت لي بلي. أفضل وصف لهم بلي. وسام وضعه الإمام الحسين على صدورهم بلي. في ليلة العاشر من المحرم حينما قالت له السيدة زينب: هل استعلمت من أصحابك نياتهم؟ فإني أخشى أن يسلموك عند الوثبة. بما وصفهم؟ قال: والله لقد بلوتهم، فما وجدت فيهم إلا الأشوس الأقعس يستأنسون. هنا الفعل المضارع، يستأنسون، هذا يعني تثبيت لكلامك، يستأنسون بالمنية دوني، استئناس الطفل إلى محالب أمه. أحسنتم، أحسنتم، لأنه تمثلوا، لأنه انعكس فيهم البعد، تحول الشخص إلى شخص رباني، إلى شخص إلهي، والشخص إذا تحول إلى شخص إلهي بعد لا يشعر بالألم، وهذه قاعدة قرآنية، لأنه من المجرب عند أهله ممن اطلع على قوى النفس إذا توجهت نحو شيء واندكت به وذابت به وعشقت شيء، كل الآلام والمصاعب المرافقة لمرحلة ولمسيرة هذا العشق لا تشعر بها. قلت لك هذا مبدأ قرآني، القرآن يقول نسوة مصر عندما عشقنا يوسف. نعم. وذبنا في ذلك الجمال المادي قطعنا أيديهن وهن لا يشعرن بالألم، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا. فهذا البعد الإلهي، الشخصية الإلهية، لما تحول أصحاب الحسين، الحسين يريد يقلهم اللي يريد يجي وياي يجب أن يتمثل البعد الإلهي وأن يتحول إلى شخص إلهي، اللي عنده هيك استعداد وقابليات هذا ممكن أن يلتحق بي ويكون من أنصاري. ولهذا أنت تسمع القاسم ابن الإمام الحسن عليهما أفضل الصلاة والسلام ليلة العاشر، الحسين عندما أخبر أصحابه قال له: أنت فلان تقتل، حبيب تقتل، زهير أنت تقتل، ها هنا برير تقتل، ها هنا. القاسم كان بين أصحاب الإمام الحسين جاثي على ركبته، قال له: يا عم وأنا في من يقتل غدا؟ قال له: بني قاسم كيف تجد الموت؟ هذا القضية متناول ذهنك ومتناول أذهان الكثير. قال له: يا عم فيك أحلى، أحلى من الشهد وألذ من العسل. بالله عليك دكتور أريد أسألك، ما الذي يجعل من طعن الرماح وضرب السيوف والمدى والنار والعجارة، ما الذي يجعل منها أكثر لذة من تناول العسل أو تناول الحلوى؟ أحسنتم سماحة. هذا يدل، إنما يدل على أن هذه الشخوص مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، وهذا شواهد كثيرة. نعم. مثلا ميثم ابن يحيى التمار رشيد الهجري عندما قطعت يداه ورجلات جبتة تسأله: أبا كيف، هل تجد ألما؟ يعني ترى هذا سؤال ما حد يسأله، بس ظاهر هاي البنت تريد توصلنا هذه المفاهيم، وإلا كيف ما يجد ألم؟ يعني أنا ظفري إذا أميل علي بالمقص مال الأظافر أظلت ألم اللي الكل، شنو واحد مقطوع أيدي ورجلي هل تجد ألما؟ يقلها: لا، وإنما هو كالزحام بين الناس.
نعم. كالزحام ما أشعر بألم. ليش ما أشعر بألم؟ لأن هو الألم، هو الألم ترى إنما يصل عن طريق هذا الجسد. الجسد إذا انفصلت عنه الروح، الروح هي التي تتألم، إذا انفصلت عنه الروح بعد ما راح يوصل ألم إلى هذه الروح. وهذا قلت لك شواهد زينب صلوات الله وسلامه عليها، اللي أنت بداية حديثك، بداية حديثك دكتور تفضلت أنه قلت عندما سألها عبيد الله ابن زياد كيف رأيتي صنع الله بك وبإخوتك العتاة المرد، ايش تقول له؟ تقول له ما رأيت إلا جميلة. يعني تلك الجثث تلك الجثث، يعني واحد من أخوتها كافي أن يهز كيانها. لا تقول كل هذا جميل، هون ما نزل بي أنه بعين الله. أحسنتم سماحة ما زال الحراك كله مرتبط بالله، فإذا أصبحت كل هذه الأمور أحلى من الشهد. الله يسلم بارك الله فيكم، الله يحفظكم. هذه الجملة التي قالها الإمام الحسين عليه السلام ناقشتها كثيرا في واحد من بحوثي، حينما قال سلام الله عليه: ألا من كان فينا باذلا مهجته. طبعا هذه جملة شرطية، من أداة شرط، كان فينا باذلا مهجته، كان فينا باذلا مهجته. أصل الجملة فيها تقديم وتأخير أو انزياح أسلوبي نسميه في الأسلوبيات، أو عدول بلاغة كما يسميه عبد القاهر الجرجاني. أصل الجملة ألا من كان باذلا مهجته فينا، لكن الإمام الحسين ما الذي قال؟ قدم فينا ألا من كان فينا، يعني فينا في محمد وآل محمد. هذا التقديم، تقديم فينا، يفيد الاختصاص والحصر. هذه رسالة إلنا نكون جميعا في طريق محمد وآل محمد وفي طريق الإمام الحسين. يقول ألا من كان فينا، يعني وليس في غيرنا، باذلا مهجته، شرط الأول، موطنا على لقاء الله نفسه. أيضا الجملة الثانية موطنا على لقاء الله نفسه، أيضا فيها تقديم وتأخير، أصلها موطنا نفسه على لقاء الله، قدم الجار والمجرور والمضاف لتعظيم شأن الله سبحانه وتعالى. هذه الانزياحات الأسلوبية تعطينا فكر عميق للإمام الحسين، وهذا توظيف الجملة الشرطية يبين أن الإمام الحسين يشترط شرطين على من يخرج معه. الشرط الأول أنه مستعد لأن يبذل مهجته وأن يموت في سبيل الله ومع الإمام الحسين، موطنا على لقاء الله نفسه. توطين النفس على الموت هنا لقاء الله كناية عن الموت، لذلك حينما يقول موطنا على لقاء الله نفسه بهذين الشرطين يأتي جواب الشرط: فليرحل، فاء رابطة لجواب الشرط، فليرحل معنا. إذن من توافر فيه هذان الشرطان بحسب الإمام الحسين، كان فينا باذلا مهجته وليس في غيرنا، موطنا على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا. أما من لم يتوفر فيه هذان الشرطان فلا يرحل مع الإمام الحسين. وهنا الإمام الحسين يريد أن يبين لهم أنه مقبل على نهضة تغييرية إصلاحية كبيرة، لا يمكن إصلاح المنظومة التي أفسدها الأمويون إلا بدم الشهادة وإلا بهذه المعركة التي ميزت الحق من الباطل. الآن ننتقل إلى محور آخر من محاور هذه الحلقة، وإلى مخلص كبير جدا جدا خلده التاريخ، وهو أبو الفضل العباس سلام الله عليه. هناك مواقف كثيرة لأبي الفضل العباس في النهضة الحسينية، سواء كانت قبل المعركة وحتى في أثناء المعركة. واحد من المواقف العظيمة لأبي الفضل العباس التي تبين إخلاصه الكبير ووفاءه النادر وهذه الشخصية العظيمة، مشهد عرض الأمان عليه، حينما عرض عليه الأمان من لدن الشمر قبل العاشر من المحرم، في الأيام التي سبقت العاشر من المحرم، جاء الشمر ونادى ما بين المعسكرين موجها خطابه لأبي الفضل العباس وأخوته: أين بنو أختنا؟ أين العباس وأخوته؟ تقول الرواية: لم يجبه العباس وأخوة العباس. الإمام الحسين حاضر، شوفوا أخلاق الإمام الحسين، قال: أجيبوه ولو كان فاسقا. فأجابه العباس أكبرهم سلام الله عليه، أجابه جواب محدد بدون مجاملة: ما شأنك وما تريد؟ مثل ما نقول نحن بالعامية: أنت شو تريد؟ فأجابه الشمر قال: يا بني أختي، أنتم آمنون، لا تقتلوا أنفسكم مع الحسين، والزموا طاعة أمير المؤمنين. هذا كلام الشمر.
يزيد بن معاوية بما أجابه أبو الفضل. شوفوا هذه الأخلاقيات والتربية الحسينية العالية وتربية السيدة أم البنين كيف انعكست. قال: لعنك الله ولعن أمانك، أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له؟ وتركه ورجع. جناب الأستاذ علي العجمي، كيف نقرأ هذا الموقف وكيف نقرأ مواقف أخرى لأبي الفضل العباس عليه السلام؟ في زيارة العباس عليه السلام هنالك لفظة جيد أن ننتقد فيها: أشهد أنك قد نصحت لله ولرسوله صلى الله عليه وآله. النصح في هذا السياق يقصد من الإخلاص. العباس عليه السلام كان منطلقا من هذا الإخلاص لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله ولأهل البيت عليه السلام. دافعه ومحركه الأساس هو الدين. والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. هوية العباس عليه السلام التي تكلم بها ودائما في كل أراجيزه وفي كل أحاديثه كانت هي الهوية التي تربطه مع الحسين عليه السلام باعتباره أنه الإمام المعصوم. ولذلك كان يبذل دون هواجة. ولذلك كان من بين الموارد أنه كان يرفض هذا الأمان: أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له؟ يعني وللعلم هنالك أمان جاء إلى علي الأكبر، هنالك أمان جاء إلى الأنصار، وكان من أراد الكيان الأموي أن يؤمن كل واحد في معسكر الحسين عليه السلام إلا الحسين عليه السلام. ما معنى ذلك؟ أنه لم يروا للحسين عليه السلام حرمة. والعباس عليه السلام بهذا الموقف البطولي أراد أن يخلد هذا الأمر. الأمان إن كان هنالك من هو جدير به فهو الحسين عليه السلام، ولذلك رفض هذا الأمان. هنالك نقطة أخرى، الله عز وجل في القرآن يقول: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. العباس عليه السلام لم يحيي الحسين فقط في مورد واحد، بل أكثر من مورد. نجده في مورد يأتي بالماء إلى الحسين عليه السلام كما نقل في يوم السابع من محرم للحسين عليه السلام ولمن كان في معسكر الحسين عليه السلام. نجده في يوم العاشر يقدم نفسه فداء للحسين عليه السلام. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه لا قيمة لحياتي أمام حياة الحسين عليه السلام. حياة الحسين هي الحياة التي ينبغي أن تستبقى، هي الحياة التي ينبغي أن تحيا. العباس في هذا المورد لم يحيي أي نفس، وهنا نقطة لطيفة، لم يحيي أي نفس، بل أحيا نفس الإمام المعصوم حجة الله على خلقه، أعظم موجود على الوجود في ذلك الزمان. فلا يكون إحياؤه كمجرد إحياء واحد من الأمة، لا، هذا إحياء لنفس الإمام المعصوم عليه السلام، وهذا أمر يحيي كله. فأي كسائن اتخذه وجل للعباس عليه السلام وقد بدل وقد قدم ما قدم. بوركت أستاذ علي، بوركتم، أحسنتم، بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، هذا الموقف ومواقف أخرى كيف نقرأها اليوم؟ كيف نفيد منها اليوم؟ كيف نتعلم من أبي الفضل العباس عليه السلام ونعلم أولادنا وبناتنا هذا الإخلاص وهذا الوفاء النادر؟ ضيفك العزيز من مسقط، أن واقعة كربلاء بحسب عقيدتنا نحن وبعض المنصفين من من كتب في واقعة كربلاء من أتباع المدارس الأخرى، هي تعتبر واقعة ربانية حدثت بتخطيط رباني على يد الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ولعله تحضرني فرد رواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه السلام، أنه قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هبط عليه جبرائيل وقال له: يا محمد، قبيل وفاته، هكذا تقول الرواية، قبيل وفاة النبي قال له: يا محمد، هذه وصيتك إلى النجبة من أهلك. قال: وما النجبة يا جبرائيل؟ فقال: علي بن أبي طالب وولده، وكان على الكتاب خواتيم من ذهب، فدفعه إلى علي ففك خاتما منه وعمل بما فيه. النبي قال له: فك خاتما منه
واعمل بما فيه، ففك أمير المؤمنين خاتما من وعمل بما فيه ثم دفعه إلى ابنه الحسين أو الحسن، ففك خاتما منه وعمل بما فيه ثم دفعه إلى ولده الحسين، ففك خاتما منه وإذا به أن يا حسين أخرج بقوم إلى الشهادة فلا شهادة لهم إلا معك واشري نفسك لله ففعل. اللي تهمني عبارة أنه أخرج بقوم إلى الشهادة، مما يعني أن أصحاب الحسين بما فيهم أهل بيت الحسين كانت أسماءهم موجودة في اللوح، وهذا المعنى يأشر للإمام أمير المؤمنين في إحدى خطبه أو عندما يمر على كربلاء يقول بأبي من عدة أسماءهم في السماء معروفة وعند أهل الأرض مجهولة. فشاهدنا أن مواقف العباس عليه أفضل الصلاة والسلام باعتبار أنه قائد لتلك الواقعة بعد الحسين، حامل لواء الحسين صلوات الله وسلامه عليه، اسمه كان موجود، شخصية من الشخصيات الربانية اللي مخطط لواقعة كربلاء أن تنفذ على يده وعلى يد الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وأن يكون هو حامل اللواء، فلا غرابة أن تصدر هذه المواقف. ولهذا احنا لما نقرأ تاريخ بطل العلقمي، تاريخ العباس عليه السلام، نشوف أن العباس قد أعد ليومه قبل يومه. نعم. أكو فرد إعداد مسبق ليوم أبي الفضل لهذه الشخصية من قبيل مثلا اختيار الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لأم العباس، لفاطمة بنت حزام الكلابية، اللي القضية متناول ذهنك متناول أذهان الكثير، أن يا عقيل اختر لي أو ابغني امرأة ولدتها الفحولة من العرب لتلد لي غلاما فارسا شجاعا. هذا الإعداد وهذا التخطيط ترى إعداد ليوم أبي الفاضل قبل يومه، ولهذا ترى أبو فاضل ما إجى بالصدفة، يعني أكو إعداد لهذه الشخصية الكبيرة من حيث اختيار الأم، من حيث التربية، من حيث التخطيط. أحسنتم، فإذا واقعة كربلاء حدثت بتخطيط، هذا التخطيط نفذ على يد الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا ترى حتى زينب ما إجت بالصدفة، ترى حتى زينب صلوات الله وسلامه عليها ترى ما إجت بالصدفة، يعني بعبارتنا إحنا اليوم كانت الطب من الطب من دورة تدخل إلى دورة، بدليل أن الإمام حتى ترى من زوجها من عبد الله ابن جعفر ما خلاها ببيت عبد الله ابن جعفر، قال له أنت وزوجتك تجي ببيتي. وهاي الأحداث إحنا نقراها ليلة 19 من شهر رمضان، مو ليلة يفطر عند الحسن، ليلة يفطر عند الحسين، ليلة يفطر ببيت عبد الله ابن جعفر، يعني ببيت زينب، يعني حتى من نقل عاصم تجاب زينب وياه، لأن زينب إذا تركها ببيت عبد الله ابن جعفر بالمدينة راح تنقطع عن الإعداد وعن الدورة اللي يريح يريد يهيئوها إلى واقعة كربلاء. ولهذا طلعت زينب بهذا المستوى، بارك الله فيك، ولهذا طلع أبو فاضل بهذا المستوى، هذا أكو إعداد من معصوم لواقعة كربلاء. فماكو غرابة أن تصدر هذه المواقف من العباس عليه السلام أو من زينب أو من غير هؤلاء. أحسنتم سماحة الشيخ. طبعا النقاش يأتي بوتيرة متصاعدة، وبارك الله فيكما. أنا بقي لي من الوقت القليل، يعني أبو الفضل العباس أيضا حينما رجع من الشمر استقبله زهير بن القين وشجعه وذكر له حادثة زواج أمه من أبيه، فماذا قال له زهير بن القين؟ فلا تقصر في حماية أخيك، فلا تقصر في حماية أخيك ورعاية أخواتك، هكذا يعني بهذا المعنى. فقال له أبو الفضل يا عم يا زهير، أتشجعني في مثل هذا اليوم؟ والله لأرينك شيئا ما رأيته، يعني يقول لك تشجعني، أنا راح أشوفك شيء ما شايفي أبدا. عندي 4 دقائق، لكل واحد منكما دقيقتان. في ليلة العاشر من المحرم حينما أذن الإمام الحسين لأهل البيت وأصحابه بالمغادرة وقال لهم إن هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، هناك أجوبة لأهل البيت، للعباس نيابة عن أهل البيت ولآل مسلم بن عقيل، مثلا قال له أبو الفضل العباس سلام الله عليه حينما سمح لهم بالمغادرة نيابة عن أهل البيت، لما نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك لا أرانا الله ذلك أبدا. كيف نقرأ هذه الأجوبة أستاذ محسن العجمي بدقيقتين لو سمحت؟
عليه رحمه على عرشانه كان مشروع الجميع في يوم عاشوراء هو حتمية شهادة الحسين عليه السلام ما فيها أي ريب، الحسين عليه السلام سيستشهد، وكنت أسأل نفسي هذا السؤال، ما هو الدور الذي سيقوم به أهل البيت عليهم السلام الذين خرجوا لنصرة الحسين عليه السلام والأصحاب؟ هم يعني لم يدفعوا القتل عن الحسين عليه السلام، ولكنهم أخروا وقوع القتل على الحسين عليه السلام. وهنا لفتة ينبغي أن تلحظ، أن هؤلاء الثلة المؤمنة كانت ترى أنه من الأمر الذي يتحتم علينا أن نبذل أرواحنا ولو بمقدار تتأخر فيه شهادة الحسين عليه السلام من هذا الوقت إلى وقت آخر. ولذلك تشوف في كل بياناتهم هذه الروح العالية بين من يقول لم نفعل ذلك لنبقى بعدك، لا كان الله من بعدك، يعني ما هي قيمة وجودنا بدون الحسين عليه السلام. بعض أصحاب الحسين عليه السلام يقول وددت أني لو أقتل ثم أنشر يفعل بي ذلك 1000 مرة ما تركتك يا حسين عليه السلام. زهير بن القين يقول أنا مستعد أن أضحي حياتي من أجلك. بعض من سقط مع الحسين عليه السلام رغم أنه كان متهما بالجراحات وسقط أمام الحسين عليه السلام يقول له أوفيت يا أبا عبد الله. أحسنت. لم يكونوا يعيشوا أي قيمة لأرواحهم لأنهم يقولون بقيمة حياة الحسين. أحسنتم جناب الأستاذ، بارك الله فيكم. سماحة الشيخ نفس السؤال، هذه المواقف لما نفعل ذلك لنبقى بعدك لا أرانا الله ذلك أبدا، ما تقولون بدقيقتين لو سمحت؟ أحسنتم أستاذ الفاضل. بالإضافة إلى ارتباط هؤلاء وقناعتهم بحقانية نهضة الحسين وربانية نهضة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، عمل على تفعيل الجانب العاطفي عند أصحابه. الجانب العاطفي أو هذا الشرط العاطفي اللي يسميه سيد محمد باقر الصدر رحمة الله تعالى عليه، هذا يمثل الوقود الثورة، الطاقة المحركة لأنصار الثورة، السر في المواقف البطولية لأصحاب الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لأن الجانب الوجداني هو ترى اللي يدفع الإنسان نحو التضحية، الإنسان متى ما عشق مشروع معين ضحى من أجله. نعم. فتفعيل الجانب العاطفي عند أصحاب الحسين صلوات الله وسلامه عليه، هل يقول علم النفس التحليلي أنه تفعيل هذا الجانب يجعل الإنسان يعشق بجنون، يحب بجنون، ويبغض بالمقدار نفسه حتى وإن لم يبدي أي سلوك يدل على ذلك؟ الحسين عمل على تفعيل الجانب العاطفي بحيث أن أصحاب الحسين أحبوا الحسين إلى درجة مبالغ بها، إلى درجة الجنون. هسه إن صحت عندنا حادثة عابس ابن شبيب. نعم. الشاكري، عابس الشاكري. نعم. اللي يقولوا له يا عابس جننت، يقول لهم حب الحسين أجنني. نعم. تفعيل الجانب العاطفي بهذه المقدار بهذه الدرجة جعل من أصحاب الحسين يحبون إلى حد التطرف ويبغضوا أعداءه إلى حد التطرف. وهذا أيضا مبدأ قرآني، أنه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا. نعم. آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إلى آخر الآيات. نعم. فالحسين بالإضافة، أصحاب الحسين بالإضافة إلى قناعتهم بمشروع الحسين أنه مشروع رباني، الحسين عمل على تفعيل الجانب العاطفي عند هؤلاء فأحبوه إلى حد الجنون وإلى حد التطرف. بارك الله فيكم سماحة الشيخ. أختم الحلقة بموقف آل مسلم. الإمام الحسين التفت إليهم وقال حسبكم من القتل بمسلم، اذهبوا قد أذنت لكم. بما أجابه؟ فقالوا إذن ما يقول الناس وما نقول لهم. إحنا بالعامية العراقية نقول يعني شو نقول للناس وش يقولون، إذن ما يقول الناس وما نقول لهم. إنا تركنا شيخنا وسيدنا وبني عمومتنا خير الأعمام، ولم نرمي معهم بسهم، ولم نطعن برمح، ولم نضرب بسيف،
ولا ندري ما صنعوا، لا والله يقسمون، لا والله لا نفعل، ولكن نفديك، شوفوا الفداء، ولكن نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلينا، ولكن نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلينا، نقاتل معك حتى نرد موردك، فقبح الله العيش معك. هذه مواقف أهل البيت مع الإمام الحسين. في نهاية هذه الحلقة أشكر جناب الأستاذ علي العجمي الذي انضم إلينا من سلطنة عمان، وأشكر سماحة الشيخ الدكتور محسن الخزاعي الذي انضم لنا من النجف الأشرف. شكرا لكما وبارك الله فيكما على ما قدمتما. أحبتي، إلى حلقة قابلة من برنامج حوارات في النهضة الحسينية، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.